في الموضوع هذا. صحيح إجا أقول لك يمين جبت على ثقافة مرورية. أنا نجم أقول لك كرئيس جمعية وناشط في ميدان سلمة المرورية يعني منذ أكثر من 10 سنوات وأنا متخصص في الميدان هذا، نجم أقول لك إحنا كمجتمع تونسي منعدمة انعداما كاملا ثقافة أو ثقافة التربية المرورية وثقافة مرورية سليمة. وهذا علاش إيمان راي مش مسؤولية المواطن وحده لهنا بصراحة، الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة. احنا من الدول القلائل في العالم اللي ما قريوش مادة التربية المرورية لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الأساسية. التونسي ما عنده اطلاع على قانون المرور، كان كي يمشي عادي برمي وأول ما يأخذ البرمي ينسى وما عادش يطبق. خطر هذا اللي قريه لنا بلال يقول لك اللي قريت وراه ما هوش، ولكن هذا مش معقول. لذلك احنا هذا الدياجنوستيك بتاع الواقع بتاعنا، شنو احنا كمجتمع مدني، شنو ربما الفيزيون بتاعنا والرؤية بتاعنا لتغيير الواقع هذا. هما زوز مسارات لازمهم يمشيوا بالتوازي مع بعض. لازمنا اول حاجة نشدوا ونقوموا بتجديد العقوبات ونعتمدوا على الردع، مالوروزمون ما عنيش حل اخر، ولكن بالتوازي مع هذه لازم يكون فما مشروع وطني. نحكيه على مشروع وطني، احنا في جمعية تونس السلام المرورية عنا اكثر من نادي من التربية المرورية في المؤسسات التربوية وفي رياض الاطفال، ولكن نحكيه على 100 نادي هذه مجهود جمعيتنا برابور 5000 مؤسسة تربوية، حتى هي ما يظهروا حتى شيء، ما عندهمش أهمية كبيرة ولا ما يغطيوش نسبة كبيرة من المؤسسات هذية ولا من احتياجات المؤسسات هذية. هذيك علاش وزارة التربية في حد ذاتها لازم هي تكون وتاخذ بزمام الأمور وتكون صاحبة مشروع وطني، والتربية المرورية لازمها تكون تدرس كمادة اختيارية أساسية ثانوية، هذيك موضوع آخر. ولكن لازم تدريس، يعني التلميذ لازم يتعلم أباجيات ديات سلوك المروري كيفاش يتعامل مع الطريق. بالنسبة للقوانين متاعنا، أكيد قوانيننا راهي قديمة برشا، وهذا علاش حكيت لك من الأول قلت لك كان إصلاح المنظومة يبدأ بتنقيح مجال الطرقات والإسراع بالتنقيح، لأنه نحكيه على فما لجنة وطنية لمراجعة مجال الطرقات انطلقت في 2012، نحن في 2022 نقحت 10 ولا 11 فصل فقط، ولكن ما عندهمش الأهمية بما في ذلك الفصل الخاص بإلزامية حزام الأمان، ولكن نشوفوا أنه هذا ربما مطبق في تونس الكبرى وفي بعض الولايات. وخلال الدراسة اللي قمنا بها مدرس كي ندخل الولايات شمال الغربي والوسط ولا الجنوب، ربما فما ولايات تتجاوز فيها نسبة 95% الناس اللي ما تلتزمش بحزام الأمان ولا حتى بالخوض. لذلك لازم تكون مراجعة شاملة بالاعتماد وإدراج التكنولوجيات الحديثة لمراقبة وإثبات جرائم الجوالين. اون فان كونت لهنا اللعبة وإلا المعادلة علاش تقوم على إبعاد العنصر البشري لمراقبة ولا إثبات جرائم الجوالين. مش تخليه هو كسائق عربة ولا دراجة نارية يتعامل مع رادار، مع كاميرا ومع اورديناتور، وباش تسحب له باش تقيد له الخطيه والا مقدار الخطيه، ولا ربما نمروا حتى لسحب سحب رخصه السياقه. لهنا بعدنا حتى على العامل البشري الثاني باش يتعامل معاه ونضمنوا اكثر مصداقيه واكثر شفافيه. امين وقت اللي يقع ادراج المراقبه الاليه والذكيه لاثبات جرائم الجوالين، ما عادش يقولوا هاو فما رادار في طريق الحمامات ولا رادار في طريق ليه، لانه بلاد كامله توا متاحه وهكا لي كاميرا لي انستالي بارتو، باش يولي يخاف هو كان فات الكاميرا هذه باش تكبتيه الكاميرا الاخرى. حاجه اخرى راهو نحكيو المروك دنيير مو عندهم، حكيتك احنا عندنا 18 رادار فيكس، هما عندهم 120 رادار، وفي بدايه شهر جوان اقتنيوا 550 رادار من الجيل الرابع، ما عادش فما حتى كلي رادار الكلاسيك. توا في اول لوتوروت طريق السياره يكبتي الرادار يكبتي جميع السيارات، وفي في نقطه الوصول ولا نقطه الخروج من طريق السياره يعاود يكبتي السيارات هذوكم ويعمل لهم الكالكول
يعرف انه المسافه لازم تتقطع في ساعه، اذا لقاها هو قطعها في ساعه غير درجين معناه يجري في الوسط تجي الخطيه اوتوماتيكمون. فحتى العلم راه تطور، لازمنا نعتمدوا على العلم من اجل التقليص من ارهاب المروري اللي قاعدين عايشين.